ريال مدريد أو برشلونة، برشلونة أو ريال مدريد، كل هاي المباريات بتصير ببلد واحدة بس. تعرفوا وين هاي البلد؟ خلينا نشوف بفقرتنا الجاي. دولة إسبانيا. إسبانيا موجودة جنوب قارة أوروبا، وهي حد فرنسا، أندورا، البرتغال. تتمتع إسبانيا بطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهي بتضم جزر البليار وجزر الكناري. بيحكي الإسبانيين اللغة الإسبانية، وهي تاني أكثر اللغات اللي بيستعملوها بالعالم بعد الإنجليزي. بتكون العلم الإسباني من ثلاث خطوط عرضية، أحمر فوق وأحمر تحت، وبالنص في أصفر وجواته درع. اعتمدوه ب 1785 ميلادي لما رسموه ليكون على الأسطول البحري. كانت عملة إسبانيا البيسيتا، بس بعد ما انضمت إسبانيا للاتحاد الأوروبي غيروا العملة لليورو. وإسبانيا من الدول المعروفة بكرة القدم. تأسس الدوري الإسباني سنة 1929، وبتنافس بالدوري نوادي شهيرة مثل برشلونة وريال مدريد. رياضة تانية معروفين فيها الإسبان هي مصارعة الثيران، وهي رياضة قديمة كتير. في بإسبانيا أكثر من 400 حلبة ليمارسوا هالرياضة. تشتهر إسبانيا بمهرجانها اللي بتساويه كل سنة، واسمه حرب الطماطم، اللي ببلشوا فيه كبوا 5 شاحنات طماطم كبيرة بنص البلد، وببلشوا المشتركين يرموا على بعض. بلش هالمهرجان قبل 66 سنة لما قامت خناقة بين شباب مشتركين بحفلة، وهالشي خلاهم يقلبوا الطاولات يلي ببيعوا فوقها الفواكه. من أشهر أنواع الرقص عند الإسبان رقصة الفلامينغو، اللي بلشت بالأندلس من عند الغجر، وبهالرقصة بيغنوا وبيعزفوا جيتار وبيصفقوا بإيديهم.